متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. الإنستغراميز مايا رجيل، وبعد عقد قران زواجها وقيامها بجلسة تصوير، ها هي تعود وتفاجئ متابعيها بحفل زفافها. الفرحة كانت عارمة على وجهها. وها هي مايا بابتسامة جميلة سعيدة بتغييرها الرهيب. وقد حضر حفل الزفاف وجوه إعلامية وفنية، ومن بينهم الإعلامي يحيى طبيش. سلام على رسول الله حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. العروسة مايا رجيل هي تلتقط صور تذكارية مع صديقاتها. وككل عرس، الكثير منكم سيسأل هذا السؤال، ما هي الأكلات التي تم عرضها لهذه المناسبة؟ هادو ما تاني ميني زونتري هكايا فيهم لاموش دو بولي، هادو ما انا كمونديتهم حطهم بزاف ديالها، بزاف بنان وشابين وبريزونتابل وحاجة اوريجينال. هلا خدرت تاني بطبوط من عند سالي بريستيج، انا البطبوط تاعها نموت عليه. شوفوا كل وحده درت عندها الحاجات اللي نحبهم عندها، باسكو تديرهم سوبر بيان. بون سالي بريستيج عندها كل جبنينه، انسان ما يقدرش يقول الحقيقه. اما اخت ماي الصغرى فقد اختارت ان ترتدي الكراكو العاصمي. خمس عليا، لا لا قولوا ايا لولاوي عليا، لولاوي لولاوي. كما قد حضرت هذا الحفل وشاركتها الفرحة خبيرة التجميل نبيلة شباح، أم ملكة جمال الجزائر رانيا بن عيشوش. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.